الحاضرين والحاضرات، أحاول باختصار غير مخل أعرض بنود أو أحكام الوثيقة اللي تمت مناقشتها في اليومين الفائتين كنقاش نهائي. معي كما ذكر أستاذ مدني، أستاذ علي عبد الرحمن، وأستاذ صادع الحاج كجوزو أو كأعضاء أساسيين في اللجنة القانونية الفنية. طيب، الوثيقة اللي سمينا الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية بتؤسس لنظام حكم برلماني، ونظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة. فيها السلطة التنفيذية وإدارة الدولة بكاملة عند الجهاز التنفيذي أو مجلس الوزراء، بعدا شوية سلطات يعني ارتفعت إلى مجلس السيادة. بتقوم فيها كما ذكرت دلوقتي السلطات على ثلاث مراحل أو ثلاث ليفلز. المستوى الأول هو مجلس السيادة، وهو في غالبه مجلس سيادي ذو صفة أو صبغة سيادية، وجميع أعماله تتعلق بذلك. فيه أجزاء تشريفية وفيه أجزاء ممكن نقول عليها سلطات حقيقية محدودة جدا بالتوافق مع الليفل اللي تحته طوالي اللي هو الجهاز التنفيذي أو مجلس الوزراء. يمكن الوثيقة اطلعت عليها يعني مجلس الوزراء وتأسيسه وعدد الأشخاص فيه، يمكن الناس كلها عندها علم به. هو حيكون السلطة التنفيذية ومهمة إدارة الدولة. السلطة أو الجهاز الجسم الثالث هو الجهاز التشريعي وهو البرلمان، حيكون بتاع المرحلة الانتقالية. أديناه سلطات سن القوانين ومراقبة الدولة، مجلس الوزراء، وبعدين المجلس التشريعي. أنا أفصل في مجلس الوزراء شوية. طيب، مجلس الوزراء يتكون بملا يتجاوز 20 وزير. بيتم اختيار رئيس الوزراء تسميته من قوى إعلان الحرية والتغيير، وبيتم تعيينه من قبل مجلس السيادة. رئيس الوزراء بعين أعضاء مجلس الوزراء بعد كده بالتشاور، وبيهم يحتمدون مجلس السيادة. ده فيما يتعلق به وصلاحياته، زي ما قلت كل الصلاحيات التي تكون للحكومة التنفيذية، يعني كل سلطات رئيس الجمهورية كما أوضحنا في نص لاحق في نهاية الوثيقة الدستورية. كل السلطات ما عدا ما أشرنا له في الوثيقة الدستورية، صراحة إنها هي سلطات سيادية. كل سلطات رئيس الجمهورية ذات الصبغة التنفيذية أو الصفة والطبيعة التنفيذية تقول لرئيس مجلس الوزراء. بالنسبة لمجلس التشريع أو البرلمان، حيتكون بالنسب اللي توافقوا عليها البارحة واجتماع أمس واستمر لحد اليوم، اللي هي نسبة 67% إلى 33%. 67% تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير من قائم في قائمة، 33% تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير واللي شاركت في الثورة. بالنسبة لسلطاته، هي سلطات كل مجلس تشريعي، سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي، وبقية السلطات من النظر في الاتفاقيات والمصادقة عليها، المصادقة على الطوارئ، المصادقة على إعلان الحرب، وكل السلطات الأخرى التي يتمتع بها المجلس التشريعي في أي مكان. فالنظام برلماني وكون ده تأسيسه. جزئية ثالثة بتتعلق بهياكل الحكم، لم يتم الحسم بصورة قاطعة. احنا أوردنا نص انه يكون الدولة كلها شكلها يا يكون ولايات زي ما كانت عليها، أو تحول إلى أقاليم. فقلنا الولايات أو الأقاليم، حكام الولايات أو حكام الأقاليم، وارتئينا إنه من الحكمة أن يترك أمر التحديد إلى ما بعد في خلال الفترة، يعني يبدأ طوالي بعد بداية الدولة المدنية، ما تتشكل الحكومة المدنية وتبدأ في مهامة، يكون من أهم المهام بالنسبة لها النظر في تحديد شكل الدولة المتعلق بتقسيمها الجغرافي، هل يكون أقاليم أو يكون ولايات. لأنه الشكل الموجود الليلة، الشكل المترهل بتاع الدولة، صعب لملمته، فحيكون تدريجيا، يعني تجرى ورش بتاعت عمل، مشاورات، مداولات مع قطاعات الشعب المختلفة مع المختصين، ونطلع بالصيغة المثلى. فتركنا الأمر مفتوح للنقاش، ويكون تدريجيا الناس تشوف الوضع الأمثل أو القارب المناسب للسودان بالتوافق، وبعد كده بتشكل الجسم بتاع الدولة الباقية والأجزاء الأخرى جغرافيا، يشكل بناء على مخرجات الحوار، مخرجات النقاش والورش المتخصصة. بالنسبة للمبادئ العامة، كان من المبادئ المهمة جدا اللي أفردنا لها فصل منفصل حكم القانون.
أنا أفتكر إن حكم القانون من أهم المبادئ اللي إحنا دايرين نلبس دولتنا فيها، يعني الكل، المنظمات حكومية غير حكومية، أجسام مؤسسات، أشخاص طبيعيين وغير طبيعيين خاضعين لحكم القانون، ما في تنازل عن المبدأ ده. ومبدأ سيادة القانون بيجيب لنا كل المبادئ الثانية، من استغلال القضاء، من استغلال الخدمة المدنية، من عدم التأثير عليهم، وكل المبادئ الأخرى. في نص يمكن تابع لحكم القانون حرصنا على إيراده، وهو مبدأ المساءلة، يعني بغض النظر عن أي نص للتقادم في قوانيننا الحالية السارية، أوجدنا نص بيقول بغض النظر عن النص دي كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة وفي سلب فيها حقوق للمواطنين يتم فتحها وإعادة النظر فيها ويمكن التقاضي فيها مرة أخرى. فده من النصوص المهمة اللي إحنا حرصنا نورده في حكم القانون. ممكن أخذها عشان أقلب. في الوثيقة تكلمنا أيضا كأجسام مكملة عن المفوضيات المستقلة، قومية مستقلة، في النهاية تمت التسمية كده. هي عدد يمكن حددنا 11 مفوضية، وفتحنا الباب لأي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء أو مجلس السيادة تكوينها، حتشكل وفق لقوانينها، يعني كل مفوضية حيكون لها قانون يشكلها ويوضح مهامها ويوضح اختصاصاتها وسلطاتها وكيفية تكوين أو اختيار أعضائها. كان الطرح الأول إن المفوضيات كلها حتكون تحت مجلس الوزراء في تكوينها وليس في استغلالية، لأنها حتكون مستقلة تماماً عن مجلس الوزراء كما هو معلوم. يمكن الاتفاق النهائي تم على إنه في بعض المفوضيات فيها حساسية، يعني مفوضية الحدود ومفوضية السلام عندها أبعاد أمنية، فتم تكوينها حيكون من قبل مجلس الوزراء بقانون زي ما قلنا، لكن اختيار الأشخاص الأعضاء فيها ويمكن المراقبة والمراجعة والتقرير أو رفع التقارير تركت لمجلس السيادة مع مجلس الوزراء للجانب الأمني المرتبط بالمفوضتين. بالنسبة لمفوضتين أخرين تم نفس الوضع بالنسبة لهم، يمكن وضع عن بقية المفوضيات، هي مفوضية الانتخابات، مفوضية الدستور أو صناعة الدستور إحنا سميناها. ويمكن اللوجيك والمنطق في إنها برضو يكون فيها بعد سيادي لضمان استغلاليتها وضمان اختيار أشخاص مستغلين تماما. القصة بتكون من الجانبين، يعني من جانب السيادة ومن جانب الجهاز التنفيذي. فدي المفوضيات الأربعة، لكن في عدد من المفوضيات الأخرى تركت تماما لمجلس الوزراء، منها مفوضية المرأة والمساواة النوعية، مفوضية الأراضي، مفوضية العدالة الانتقالية، يمكن عددهم 11 مفوضية، ممكن الناس تقراها عشان هي الناس تحس إنه في مفوضيات سمحة يعني ممكن نشتغل من خلالها. أيوة، مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، المفوضية القومية للانتخابات، مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، مفوضية الأراضي، الحدود، السلام، العدالة الانتقالية، مفوضية المرأة والمساواة النوعية، وأي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء أو مجلس السيادة ضرورة لإنشاء، ده بالإضافة لمفوضية الدستور والمفوضية تحت السلام اللي هي السلام زي ما طرح في مهام الفترة الانتقالية، وحيكون من أولى أوليات المرحلة، ويمكن الست شهور الأولى تخصص في ما كلها، لكن في غالبا يكون في تركيز شديد على مناقشة فتح ملف السلام ومناقشته والوصول إلى يمكن اتفاقيات بتاعة السلام وحل جذور المشكلة اللي هو حيستمر طيلة الفترة الانتقالية. ونأمل إنه يتم الأمر بتاع السلام ده بتقفل بالملف حتى ولو الأساسيات فيه قبل نهاية الفترة الانتقالية بحلول المؤتمر الدستوري وقبل ما ندخل في الفترة بتاعة الانتخابات. ما عارفة تاني أتكلم عن الجزء المهم شديد واللي هو الوثيقة الدستورية، يعني في فصل عن
الوثيقة الدستورية بتكلم عن وثيقة الحقوق والحريات. وثيقة الحقوق والحريات كان الاتفاق إنها نستعين بالوثيقة الصادرة في 2005 في الدستور الملغي. إحنا أجرينا عليه عدد من التعديلات بما يحسن منها ويقوي الحقوق الموجودة فيها. نقلنا بعض النصوص اللي كانت صادرة كمبادئ عامة زي نص الجنسية مثلا، وضعناه كواحد من الحقوق الأساسية في وثيقة الحقوق، بالإضافة إلى تعديل بعض النصوص وإدخال نصوص أخرى أو حقوق أخرى نرى إنها هي ضرورية جدا. في نص بتاع المساواة عدم التمييز كان شوية نحن بنقول عليه زمان إنه كان فيه حبة سيولة، لكن حاولنا نضبطه بطريقة جيدة جدا على أساس إنه دي من الحقوق الأساسية، المساواة وحظر التمييز على أي أساس. في يمكن في حتة المرأة فكينا الارتباط بين المرأة والطفل، فبقى في حقوق المرأة مادة براها وحقوق الطفل مادة براها منفصلة بذاتها، وأجرينا عدد من التحسينات بفتكر إنها هي ضرورية كانت ولازمة. في نصوص عامة زي ما ذكرت أو متنوعة سميناها في الفصل الأخير، منها اللي هي زي سلطات رئيس الجمهورية، حاولنا نحددها عندها طبيعة تنفيذية كلها تقول لرئيس مجلس الوزراء، ويمكن النصوص برضو فيها إشارة إلى الدستور بنعالج فيها دلوقتي على أساس إنه نشوف اللي بيناسبياته نرجع إلى الوثيقة الدستورية اللي بطرفنا اليوم، وحتكون هي حاكمة للفترة الانتقالية. ده مجمل سريع لأنه قالوا لي زمن ضيق، وعشان أدي فرصة للأسئلة يعني كل ما لم نذكره ممكن نقوله في الأسئلة.